إذن عاشت الجماهير السعودية والعربية أمس يوما تاريخيا بعد فوز الأخضر السعودي على منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الكبير ليونيل ميسي. طبعا يعد ذلك الفوز هو الفوز الافتتاحي الأول للسعودية في ظهورها السادس في المونديال، حيث لم يسبق للأخضر الفوز في أول مباراة له. حقق المنتخب السعودي لكرة القدم انتصارا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد لوسيل في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم فيفا قطر 2022. أهم المملكة العربية السعودية قيادة وشعب على هذا الانتصار العظيم، وإن شاء الله إن شاء الله أن نستمر على نفس العطاء وعلى نفس الرتم، وإن شاء الله الفال للمنتخبات العربية الأخرى بإذن الله. كان الجميع متوقع أن ميسي راح يسوي حاجات كبيرة صراحة، والناس استصغروا المملكة العربية السعودية من ناحية المنتخب، اللي يقول خمسة واللي يقول ستة، الحمد لله اليوم أثبتنا وأثبتنا للعالم كله، لا الشعب السعودي ما زال والكرة السعودية ما زالت. فرحة الانتصار السعودي عمت أرجاء الدوحة بمختلف مناطقها، وانطلق الجمهور السعودي في ساحات المشجعين المختلفة احتفالا بالانتصار التاريخي حتى ساعات الليل المتأخرة. هذه المباراة تثبت للعالم كله وللعرب، هذه فوز العرب مو بس فوز حق السعودية، فوز حق العرب كله. بيض الله وجيههم مرة واثنين وثلاث، ما قصروا ولعبهم كان ما شاء الله حلو، ومدربهم كان ذكي خليهم يقدمون عشان يكسرون التسلل. بس صراحة فوز المنتخب السعودي كان مستحق، وأنا من قطر وأحييهم وأشجعهم وإحنا واحد، وفالهم الفوز وفالهم الكأس بإذن الله. الجمهور السعودي المتوافد وبكثرة للدوحة سجل اليوم أكبر تجمع في تاريخ دولة قطر، وذلك بتواجد أكثر من 88 ألف مشجع في المباراة التي جمعت بين الأخضر السعودي والمنتخب الأرجنتيني. بداية مبشرة وفوز تاريخي محقق لصقور الأخضر السعودي ستعطي دفعة معنوية كبيرة لكل المنتخبات العربية المشاركة في المونديال. حسين الكثيري، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة.